خالص العزاء، كل العزاء لأسر ضحايا حادث محطة مصر. والله العرب، كل العرب عزونا وزعلوا وحزنوا معانا، ربنا يرحمهم، وإن شاء الله من الشهداء، وتكون بإذن الله آخر المشاكل والأحزان اللي تصيب شعبنا المصري ومصرنا العزيزة الجميلة إن شاء الله. لفتة جميلة من نادي بيراميدز المصري، تبرع بعشرة مليون جنيه لأسر ضحايا الحادث بل والمصابين. 10 مليون جنيه، رقم محترم، كل التقدير لنادي بيراميدز ولهذه اللفتة الجميلة. الأسبوع الماضي كانت 1-1، تعادل الزمالك في اللحظات الأخيرة، بدأ بيترو أتلتيكو على طول ياخد نشوف مع بعض زيزو إلى حمدي النجاز المدافع التونسي المهاجم دائما، ودخل محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك، عمل الأصعب، لا خدها البرة ولا رجع، حرة لصالح بيترو أتلتيكو، عالية فوق على طول، ضربة ركنية، حكم المساعد وقع اتزحلق هناك ما رفعش الراية. ودي محمود الونش هو مساعد مدرب حاليا، ضربة ركنية عالية فوق، برافو جنش، برافو جنش، ياخدها بشكل كويس قوي، ببساطة، بسهولة، بتكنيك جميل. لكن يبقى السؤال، ازاي اللي لعب بدماغه لعبها بالسهولة دي؟ ازاي؟ رغم ان معاه خالد بوطيب، بوطيب تشتيت لازم يكون كويس، تصويب بعيدة إلى ضربة المرمى، تدخل من مانجوتشي، أنطونيو مانجوتشي، لعب مباراتين من 9 لأحداث، نجم المغربي، هداف دوري أبطال أفريقيا الماضي قبل أن ينحي، جنش بهدوء وبثقة عالية. تاني على طول توني، لاعب البرازيل الخطير، يلعب على طول بالعرض لكن قافل عليه كويس الونش. توني وعبد الله جمعة، عبد الله، عبد الله برضه بيثبت نفسه، عبد الله غريبه جدا في 1-1 دايما الموقف ده، يا جماعه الولد ده لعيب كويس قوي، لازم يتمرن تدريب. بل 10 عاليه فوق برضه سلموها، تاني على طول السكند بول، خلي بالك الى الونش، سكند بول برضه خدوها، طب وبعدين؟ على طول جنش في الوقت المناسب. ارضيه الملعب ممتازه، ارضيه الملعب والاستاد ممتازه، هي بس مع الوقت مش احداد، لعب 4 من 7 ب74 دقيقة، يعني لعبت الزمالك المفتو كويس، ترجع تاني على طول للنجاز لزيزو، اشتغل بعرض الملعب لكن اتضغط عليه في الكونفدرالية 9 مرة. تاني على طول اخر 25 دقيقة من الشوط الثاني، ادي الانطلاقة عبد الله جمعة وسط 5 لاعبين وخادي في الظروف دي، ربنا يستر ان شاء الله الامور تمشي طبيعية. حمود عبد العزيز منتخب الكاميرون لكن ده انجولي، تاني على طول رايح جاي بعرض الملعب، برافو جنش يمسك على طول بهدوء. اذا احداد دفاعه، نجم المغرب الكبير الى احداد مغربي اخر ينطلق ويتقدم، ضغط نادي الزمالك بشكل كويس، برافو. يعني ماتيراتسي قال له كلمتين مش حلوين على المستوى العائلي، لمسه يد، ضربه جزاء ولا ايه؟ بل حكم اللقاء يقول فاول، فاول على بوطيب، فاول معاه 3 نقاط غالية مش نقطة واحدة من الماتش اللي فات فقط. انطلاقة من تاني، بيترو ركل جيد برضه من عبد الله جمعة، وادي بعرض الملعب، لعبة خطيرة جدا، ولكن على طول الونش يطلع بسهولة. عبد الله جمعة ما تبيعش نفسك يا خالد بوطيب، بيلعب الصعب مع ان كان في وشه محمود عبد العزيز جاي له، راحت جايين في السكة ده، إذا حد لحقه بعد كده. عودة تاني من جديد بعرض الملعب من تاني، برافو اهو، الناحيه العكسيه، جميله 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 جميله، مش ممكن مش ممكن، اجري مش هيتم، التحليق مش هينفع، لازم الضغط يا زيزو، الولد خد راحته تماما وعمل بالعرض تماما، ولكن نجاز هجمه شكلها كويس بعرض الملعب، وطيب لازم يروح للكوره، فرجان ساسي رقم 20 في نص الملعب، انطلاقه بسهوله، طب وبعدين؟ وبعدين الراجل عدى ومر، والعرضيه خطيره، برافو يا جنش، برافو 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 جنش، رقم 26 البرازيلي، انطلاقه من تاني اقصى اليسار، عبد الله جمعه، يا 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 الاجمل الاجمل، زمالك هجماته خطيره جدا جدا، مناسبه 49% سيطره مقابل 51، قريبيه تماما، ادي زيزو انطلق زيزو من تاني، عرضيه عرضيه، يا يا ولد الله 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 الله، من زيزو الى احداد، من زيزو الى يفرح كل البلاد، الله 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 الله، من تاني
الحمر للتلألؤ والتألق في سماء أفريقيا. نعم لأفريقيا عائدون إن شاء الله للانتصار قادمون. 1-0 للزمالك. الله لسه بقول لكم على أحداث. الله على زيزو عملها عرضية جميلة 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 تعدي والمر تعدي وتمر والقادمة على دفاع بترو أتلتيكو كان أمر. الله على أحداث. الله على النجم المغربي الكبير. 1-0 للزمالك. الله برافو زيزو برافو أحداث. وخلينا أقول برافو خالد أبو طيب. لولا دخول خالد أبو طيب وخالد أبو طيب يس أحداث من تاني بعد الملعب إلى زيزو. حمود عبد العزيز بيطلع تاني من جديد ولكن عالية إلى ضربة. برافو الشباب برافو زيزو تاني. زيزو خدها الونش برجله الشمال أمامية على طول عند خالد أبو طيب اللي بيتحرك في كل كرة الحقيقة ولكن مش منفعلين. لما جه الهدف اعتقدنا هينفعلوا ويتوتروا لكن لا هاديين جدا والنوع ده تخاف منه في الكورة. هذا اللاعب مهم جدا عبد الله جمعة. عبد الله جمعة برافو عبد الله. هو في دي بقى ملوش زي بس اكتر واكتر. لمسة واحدة يا زيزو راحت اوفسايد يا ولد اوفسايد يا ولدي. عشان كده بقول لك لمسة انفعال مش ممكن. حمود عبد العزيز لازم يروح يغطي لازم يخليهم 2-1. الولد طلع لبره لعيب من تاني. فرجاني ساسي بيدافع كويس قوي. فرجاني خلصها بشكل جامد لانه ما كانش بيلعب. ده التزام وانضباط كبير جدا جدا. حالات اللي جه هنا ناحيه اليمين لسه الكره في الملعب. النجاز ولكن مقطوعه من بعثه الزمالك في المطار وقاموا معاهم باحسن واجب اللي هو الطبيعي لكن بروح جميله وقلب جميل واستضافه رائعه. هكذا المصريين في كل مكان طبعا. خالص العزاء كل العزاء. اليوم زيادة عددية كويسة. ادي افونسو بص الامامي لكن اوف سايد. خلي بالك خلي بالك انت انطلقت على طول. فرجاني ساسي فرجاني ساسي ولكن الباص كريم ابو سليمة وصبحي عبد السلام زملائنا الاعزاء. وادي ضربة الرأس على طول في لعبة خطيرة جدا جدا جدا. اخطر لعبة تقريبا لفريق مترو استراتيجية. انت بتغير في 3 حاجات. اوه زيزو لعبة قوية جدا. احتاج الى انذار من هير نيلسون. بص ابو طيب راجع فين. زيادة العددية مطلوبة. مبدأ مهم في الهجوم وفي الدفاع. يا سلام يا احداث. والزمالك هو الاحسن كفريق حتى الان. ضربة الرأس على طول جنش ولكن خلي بالكم يا شباب الضربة الركنية عالية فوق. يا جنش يا عظيم يا جنش يا عظيم والعظمة لله. حارس مصر الاول في هذا الدات بسرعته. احداث بسرعته عدى مره فات. هربت هربت ضاع. واحده زي دي صافره نهايه احداث شوط اول. الحكم ويني مانا البوروندي وتقدم الزمالك بهدف مقابل. شوط اول في جهد كبير من الفريقين. حراره المرتفعه والرطوبه المرتفعه لم تمنع لاعبي نادي الزمالك من التماسك. سقط حميد احداد من الإجهاد ولكنه عاد أقوى مما كان. حكم اللقاء ويني مانا الحكم البوروندي. وأحداث الشوط 10 كان مانويل جوزيه هو مدرب المنتخب الأنغولي. خرجت والله في أسبوع عالية فوق على طول إلى جنش. الله الله يا جنش. انطلاقة العرضية من جديد. برافو الونش برافو عبد الغني برافو. تمركز الكويس مطلوب جدا جدا. فريق بترو اتلتيكو بهير نيلسون لاعب خط الوسط وصانع اللعب. والكوماندوز ملوك اليد هم ملوك افريقيا على مر التاريخ. ادي بعرض الملعب من تاني. برافو النجاز برافو النجاز. انه لازم يحضر نفسه ان هو اللي هيلعب الكورة. ادي العالية فوق. برافو جنش برافو جنش. شوف النجاز موجود وبرضه ما عملش تيكوف. النجاز موجود. بص النجاز ما عملش تيكوف. بص بصوا في الصوره. برافو التزام وتوازن جميل. تاني على طول حميد احداد عايز يحطه في المساحه ما بيعرفش حاجات دي. بتاعه لعب براحته. ساسي لازم يقفل التمرير. انطلاقه تاني. خلي بالك يا زيزو لعيب لعيب لعيب. برافو محمود عبد العزيز. روح عاليه من الجمهور ليه دور كبير ودور محترم ولازم يحترم طبعا. ادي على طول النجاز ورمي التمكنيه تاني. خلي بالك خلي بالك السكند بول خطرين جدا. بعرض الملعب من تاني. يا ولد يا ابو طيب في الوقفه بتاعت لعيبه بترو اتلتيكو ما بيلعبوش بالمان بيلعبوا بدفاع المنطقه ومرسل.
ريكاردو يلعبها عالية فوق سكند بول، خلي بالك تصويبة عالية على طول إلى ضربة المرمى، إلى ضربة المرمى رقم 18 برضه هو جنش يلم الكورة يسيطر عليها يقف عليها، ذكي مهاري موهوب ويستهلك وقت الانطلاقة من جديد على طول. عبد الله جمعة حط جسمه تمام، برافو يا عبد الله. الأرض نتائج الزمالك تحتاج إلى رغبة وشخصية الانتصار أكتر، عالية فوق ترجع تاني ورا لحميد حداد برجله الشمال أمامية لخالد بوطيب، لكن حارس المرمى طالع في توقيت منحسن. إبراهيم حسن تاني، يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد، الله الله الله، كان هيسجل واحد من أسرع الأهداف. والزمالك عنده أرقام بأسني. توني البرازيلي لعيب عمل فنت جميل، فين الفنتات؟ كان مجد من أسباب الهدف دون أن يلمس الكرة، معدل جري ممتاز، معدل نشاط. انجازات ونجوم كبار في تاريخ نادي كبير عظيم. ابراهيم حسن تاني بعرض الملعب، اللاعبين في انفسهم كبيره جدا جدا. ادي الانطلاقه على طول اقصى اليمين، لاعب المزعج توني البرازيلي، كرات الثابته مقلقه جدا. ادي الكره العرضيه، مش ممكن يا جماعه. انت يا ابراهيم حسن بيقول لك انا ماسك اللي هناك. لا يا ولدي يا ولدي، في خطر وفي الاخطر، في مهم وفي الاهم، في خطر وفي الاخطر. بص 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 بص، ابراهيم حسن بيقول لي ايه؟ بيقول له تعالى امسك ده، انا همسك اللي هناك. لا يا ولدي، خش تحته، خليك انت ما بين المهاجم والقائم، خليك في المسافه والخط الوهمي اللي ما بين المهاجم والمرمى، والبعيد خليه بعيد. في مهم وفي اهم، في خطر وفي اخطر. يا جماعه دي ابجديات، دي استعمار البرتغالي. برافو هيما، الضربة الحرة على طول عالية فوق، برضو هم اللي خدوها ولكن إلى ضربة المرمى. الحمد لله، سقوط على الأرض لا أحد لاعبي نادي الزمالك. كرة القدم والتسعين دقيقة اللي انت بتلعبهم، هقول لكم على ملاحظة خطيرة جدا. المباراة 90 دقيقة، وقت اللعب الفعلي 56 أو 55 دقيقة. اللعيبه في الملعب 22 لاعب، ال 22 فسوا اماميه على طول. عبد الله جمعه خلاش تنزل على الارض يا عبد الله، الشكل ده ادي الضربه الحره في رجان الساسي، ولكن على طول حارس المرمى يمسك من مره واحده. لو اتكلم كتير من الساده المشاهدين والمحللين عليه والطقس نفسه كلها. ادي ابراهيم حسن فرصه 2 على 2، يا ولد خليك فريق كسبان، خلاص مفيش مشكله. عبد الغني لا هو جوه ولا بره، وجنش